نفسي. انا يعني لا كنت عمري اتخيل ان انا ممكن انزل مش مظاهره، انا ليس لي علاقه بالسياسه اطلاقا. يعني انا عمري ما تخيلت ان انا هنزل مظاهره، وعمري ما تخيلت ان انا هاجي مع حضرتك في برنامج اتكلم فيه عن حاجه غير الطب. يعني انا حتى نفسي لما وانا جاي انا كنت قلقان، هقول يعني انا ما اعرفش غير الطب. يعني انا عائلتنا كل ابويا الله دكتور، وامي دكتوره، واخويا دكتور، ومراتي دكتور، احنا طب، ملناش غير في الطب. وانتم من فعلا الناس اللي بتشوفوا الجزء الوردي من الحياه، دايما بتفضلوا التفاؤل، ما بتحبوش الناس اللي بتقعد تتكلم في المشاكل. يعني انا لمست ده في شخصيتك، الفئه اللي هي يعني الدايره اللي هم عايشين فيها دايره مريحه، وما بي يعني ما عندهمش مشاكل كتير. مشيت ودخلت في وسط الناس المتظاهرين واللي بيضربوا الطوبة على المجموعة التانية، لغاية لما ابتدت الأمور تهدى دخلت ما بين الاثنين، ما بين مجموعة المتظاهرين والمجموعة الأخرى اللي جاي تهاجم. أنا بقيت واقف بينهم، دول الناحية دي ودول الناحية دي، وابتديت يا جماعة ما ينفعش اللي احنا بنعمله، أنا راجل كبير، أنا أبوكم، احنا كلنا مصريين، يعني اللي انت بتضربه ده جارك وممكن يكون قريبك، واللي هو بيضربك ده جارك، ما ينفعش، احنا مصريين. وابتديت اهدي فيه، اهدي في الطرفين بطريقه يعني، واللي يزعق من هنا اروح ماسكه ماسكه وماسكه جامد، انا زي ابوك، ما يصحش الكلام اللي انت بتعمله ده، احنا مصريين، ما ينفعش انك تعمل كده. لفتره حوالي نص ساعه وانا واقف بين الاثنين، لدرجه ان انا حسيت فتره ان انا فعلا قدرت اسيطر على الموقف. كان خيال طبعا، لان يعني مره واحده المجموعه اللي هي فعلا بلطجيه، كميه من الطوب، خلاص الدنيا هاديه خالص. يعني انت شاهد، لا انت مؤيد ولا انت معارض، انت اتواجدت في المكان بالصدفه. انا لا يعني ليه شفت فيهم ايه بيقول بلطجيه؟ دول كانوا بيقولوا انهم مؤيدين وناس نازله ب يعني هقول لحضرتك شفت فيهم يعني بتسامح. خلاص يعني الدنيا ابتدت تهدى والناس ابتدت تهدى، مره واحده من ثلاث اربع صفوف ورا الجماعه البلطجيه دول، كميه من الطوب طلعت مره واحده بدون اي سبب، بدون اي حاجه. احنا خلاص الناس ابتدت تهدى والناس ابتدت تبط يعني تسمع طوب، كميه رهيبه جدا اترمت على الـ على الـ على المتظاهرين، وابتدى المتظاهرين يرموا عليهم طوب، دول رجعوا 5 متر لورا ودول رجعوا 5 متر لورا، لقيت انا نفسي واقف في الوسط لوحدي وكل الطوب بيجي لي انا. الحمد لله لقيت لوح من الساق كده، قدرت ان انا استخبى تحتيه واروح لكشك كان موجود، استخبيت فيه. طبعا كان واضح جدا الفرق بين واحد بيدافع عن مبدأ واحد مأجور، كان واضحة جدا. الشخص اللي بيدافع عن المبدأ بيخش جوه الطوب وبيهجم على التاني، وكان انا شفته بعناية هذا المنظر، داخل جوه الطوب مش همه لا طوبة تيجي في راسه ولا طوبة تيجي في ولا حاجة، بيخش وبيهجم على الشخص الآخر، والتانيين بيطلعوا يجروا. اللي يخليني برضه أقول إنهم بلطجية، قصة تانية حصلت لابن زميلي الدكتور أحمد شوقي، أستاذ التخدير اللي بيشتغل معايا، ابنه نور شوقي راجل. أنا غالبا هقفل المستشفى بتاعتكم كلها يا دكتور. إن شاء الله. بص حضرتك، أنا من يوميها أنا بطلت أروح المستشفى، أنا قاعد في مدار التحرير. قصة تانية حصلت لنور أحمد شوقي، نور أحمد شوقي ده مهندس كمبيوتر متعلم في ألمانيا، وراجل يعني حاجة، ولد الحقيقة مثال للشاب المصري يعني النابغ. برضو من ده بعد يوم الاربعاء، كان ممكن الكلام ده كان اول من يومين او من ثلاثه، كلمت دكتور احمد شوقي، قلت له دكتور احمد شوقي احنا عندنا نقص في الـ في الـ في الـ في الحاجات في المستشفى، من فضلك ابعت لنا حاجات طبيه يعني. فبعتها مع ابنه نور، جه من كوبري قصر النيل، وهو راجل يعني ديسنت جدا، بس هو مشكلته انه شكله اجنبي.
شكله مش مصري، خواجه شويه يعني، شعره اصفر وبتاع، بس هو مصري ومعاه بطاقه مصريه ومولود في مصر ومتربي في مصر كل حاجه. وهو داخل هجموا عليه الجماعه دول وابتدوا يحاولوا يضربوه ويحاولوا يزقوه، فتحوا العربيه لقوا فيها الادوات الحاجات الطبيه دي خدوها. لغايه دلوقتي اوكي، ما ممكن يكونوا فيهم مصابين، ممكن يكون فيهم جرح. المشكله انهم خدوها قدامه رموها في النيل. يعني دي الـ 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 يعني الـ 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 مش عارفه مش انا مش عارفه اوصف الكلام ده. خدوها منه ورموها في النيل قصاده. الولد جات له يعني صدمه، مش ما بقاش مهتم مين بيضرب مين هيضربه ولا مين ولا مين ولا مين، جات له صدمه من الفعل نفسه يعني. فدول فعلا انا هرجع لك تاني، لانه يعني اذا كانوا في اي مجال التحقيق يعني على المستوى السياسي او المستوى الجنائي يبقى عايزين شاهد امين، شاهد محايد، مش هيلاقوا نموذج زي نموذج هذا الجراح الذي وجد بالصدفة، لكن لا بيأيد ولا معرض ولا فرق.